بشكركم وبشكر أنديتكم على مساندتنا عشان النادي يستمر في المنافسة. أنا محظوظ إني لسه بمارس شغفي الأكبر رغم فقدان زملائي ومدربي. أول حاجة افتكرتها النهائي وسألت الدكتور هل تعرضت لإصابة؟ قال لي إني تعرضت لإصابة قوية في المباراة بسببها انتقلت للمستشفى. حسيت بغضب لأني أصبت في النهائي وكان لازم أبقى جنب زمايلي. بعدها بأيام صحيت لقيت نفسي في العناية المركزة وبصيت على جسمي لقيت إصابات كتيرة جدا. قلت مستحيل يكون ده بسبب إصابة من مباراة. فكرت في كل شيء ممكن يحصل لي. طب ايه هو حجم الراجل اللي اذاني؟ كان لازم يكون راجل ضخم. جه في بالي هل الجماهير نزلت لارض الملعب وهجمتنا اثناء المباراه او عربيه خبطتني قبلها. ما فكرتش في الطياره تماما، ما تخيلتش ان ممكن يحصل. بعدها بايام صحيت ولقيت والدي بيبكي قدامي، ووقتها عرفت انهم ما بيكذبوا عليا. في مره دخلت علي اختي ومعاها طبيب نفسي وقص للغرفه وقالوا لي إن عندهم شيء عايزين يبلغوني بيه. والدي قال لي فاكر الحلم اللي حلمت بيه؟ رديت عليه وقلت آه، الطيارة وقعت وأنا خرجت من الحطام وكنت واقف على الجبل وكل شيء كان أسود. ساعتها الطبيب النفسي بكى وخرج من الغرفة، ولقيت الطبيب المعالج بيقول لي نيتو ده ما كانش حلم، ده حقيقة، طائرة شابكوانسي تحطمت بالفعل. كانت واحدة من أصعب لحظات حياتي، حاولت ما صدقش وفكرت انه مجنون وسألت على زمايلي. الطبيب رد علي وقال لي ان انا وألان روشيل وجاكسون فولمان بس اللي على قيد الحياة من الفريق كله. كان مستحيل ان افكر في شيء زي ده. طب لو انا عايش ازاي زمايلي ماتوا؟ لو انا نجيت من الحادث ازاي افتكرت ان ميت وان ده مش حقيقي؟ الطبيب قال لي ان مش مفترض اكون عايش لكني حي بسبب حكمة ربنا. في المستشفى ما كنتش حتى بقدر استحمى لوحدي، كان لازم حد يساعدني. ولما تحسنت حالتي وبقيت قادر اروح للحمام بنفسي وحسيت بالميه على بشرتي لاول مره، حسيت بشعور ما حسيتش بيه قبلها وكانها مياه بحر الكاريبي على وشي. الحقيقه ان كنت اخر واحد تم العثور عليه بعد 8 ساعات من تحطم الطائره. رجال الانقاذ اغلبهم مشي من موقع تحطم الطياره، وفجاه سمع أحد الضباط صوتي وأصر إن الموجودين يهدوا لحد ما يتأكدوا من الصوت. اكتشفوا مكاني وأخدوا ساعة عشان ينقلوني من الجبل لعيادة صحية صغيرة. قالوا لي إن كنت شبه ميت بس بطريقة ما كنت بتنفس. الممرضة اللي كانت معايا في سيارة الإسعاف زارتني في المستشفى وما كانتش مصدقة إني لسه عايش. دي معجزة. ما كنتش شفت أولادي من فترة طويلة، ولما زاروني في المستشفى كانوا بيبصولي كأني شبح، ولما طلبت منهم حضن محدش منهم اتكلم تقريبا. باكل مدة 10 دقايق مش مصدقين إن لسه حي رغم كل اللي مريت بيه وإن رجعت لهم مرة تانية. وقتها فكرت في أصدقائي اللي توفوا وأطفالهم. كل ده حصل بسبب الشركة اللي حاولت توفر الفلوس فقللت نسبة الوقود للحد الأدنى، والنتيجة الكتير من الناس ماتوا وبسببها حصل كل ده. لكن لمجرد ان الطيار مات في الحادث القضية اتقفلت. بعد ما خرجت من المستشفى وقبل ما اركب الطيارة حلمت ان هرجع تشابيكو مرة تانية، وان انا على متن حافلة كبيرة بحتفل مع المدينة كلها باللقب. لما ركبت الطيارة عشان ارجع من كولومبيا للبرازيل كنت خايف جدا، واول ما الطيارة هبطت بكيت. لما ركلت الكورة لأول مرة بعد تحطم الطيارة حسيت إن طفل مرة تانية. كان المفروض إن أموت لكن ربنا اداني فرصة تانية. ما كنتش محظوظ كفاية إن أكمل أكتر من كده، لكن محظوظ إن على قيد الحياة على الأقل وقادر على إحياء ذكرى زملائي كل سنة. كان نفسي أكمل حلم لعب الكورة لكن للأسف لم يعد جسدي يتحمل.
الألم يفوق المتعة.